أو اليمن مع السعودية، السعودية تبحث عن فرصة سادسة للذهاب إلى المونديال، أمال كبيرة معلقة بالجهاز الفني للمنتخب الأخضر، هذا المدرب الفرنسي اللي يقود المنتخب الأخضر سيد رينارد. أول تجربة لمدرب فرنسي، الجمهور عنده إرث كبير كان مع مارفيك المدرب اللي قاد المنتخب السعودي لكأس العالم المرة الخامسة في البطولة الأخيرة. فبالتأكيد أنه اللي قيمت في روسيا، فبالتأكيد أن الجمهور السعودي معلقة أماله للذهاب للمرة السادسة، بس هالمرة عندنا أمال أن يكون عندنا بصمة في ذلك المونديال.